طبيعة الحال أغلى ما نملك هم أطفالنا، هم الجيل المستقبلي. طبيعة الحال تهمنا سلامتهم، تهمنا صحتهم وصحة الأطفال في غذائهم. للأسف شوفوا أن النمط الغذائي الآن الحالي هو نمط خاطئ، وما زاد أعطينا بالله بعض العادات سيئة، منها عادة اللمجة. هذا خطأ. أنا نشوف الأخصائيين يقولون بأن اللمجة ما هيش أمر ضروري، وبالتالي نحن نريد أن نحسس من خلال هذه الندوة إذا كانت هنالك لمجة وش لازم يكون فيها أولا، ثانيا الذهاب إلى نزع أو إلى قضاء نهائي على هذه اللمجة، والاكتفاء بالأغذية أو الوجبات التي ركز عليها الأخصائيون وخبراء التغذية بالنسبة للأطفال. اليوم كان ملاقى مع لاسوساس مع بوس، احنا كسيبا منظمة تحرر باب العمل، يعني حبينا نقولوا باللي احنا حضرنا باش نعرفوا باللي يعني الصناعيين تاع المواد الغذائية كيفاش راهم يتعاملوا مع الصحة تاع الجزائر، يعني خاصة الأطفال. ونعطي المثال، يعني 20 سنة قبل ربما كنا نشربوا يعني قارورة تاع ليموناد ب 150 غرام حتى 140 غرام في السكر في الليتر. اليوم بلا كومبليسيتي ما بين الوزارة التجارة والصناعيين لحقنا تدريجيا عام بعام، حتى اليوم رانا كل الجزائريين يقدروا يشربوا الليموناد تاعهم ب 105 غرامات، يعني لحقنا العالم مونديال. وهذا الشيء اللي راح يكون لاولادنا في الملح، في لي شيبس، في الكاطو اكسيتيرا، باش يعني يكون ان روبا ايكيليبري. لازم تكون كومبليسيتي مع البروديكتور والاطارات يعني تاع الدوله، باش يعني القوانين يكونوا فيرم يتبعوا. هذه مليحه للصحه تاع اولادنا، ومليحه حتى الفاتوره اللي رانا نجيبوا، لان نجيبوا السكر من الخارج، نجيبوا بزاف حوايج تنقص. مرحبا بكم، معكم خديجه بن علال اخصائيه التغذيه. اليوم كنا نشطنا اليوم المنتدى الوطني للتغذيه الصحيه عند الاطفال والوقايه من السمنه، بحضور العديد من المختصين، بحضور دكاتره من وزاره الصحه، بحضور مستشارين من وزاره التجاره، بحضور ايضا اخصائيين نفسانيين و الفاعلين في المجتمع من هيئات، منظمات وجمعيات الفاعلة في وسط الأطفال، بحضور أيضا بعض المدارس العمومية والخاصة أيضا والروضات. كل هذا الحضور كان يصب في مصب واحد، اللي هو تحسين التغذية الصحية، ضرورة تحسين التغذية عند الأطفال، وضرورة تحسين أيضا اللمجة، يعني لازم ننتقل إلى لمجة صحية أكثر بالنسبة للأطفال، حتى الأطفال يكون عندهم وعي. الرسالة تاع اليوم وجهناها للأولياء، وجهناها للمدارس، وجهناها للوزارات المعنية، وجهناها أيضا للأطفال. فنتمنى إن شاء الله يكون هذا اليوم التحسيسي يكون يعني فاد الحضور، وأيضا راح يكون عندنا فعاليات أخرى من أجل تحسين اللمجة الصحية عند الأطفال وتحسين الغذاء الصحي الذي بات يعني أكثر من ضرورة من أجل تحسين صحة الطفل. المشاركة في هذه الندوة درت فيها مداخلة على الغذاء الصحي للطفل وتأثيره على النمو، وهذا جانب مهم جدا في إطار التوعية وفي إطار لانفورماسيون لا سونسيبيليزاسيون، ماشي غير الطفل، العائلة والمدرسة، لأنه شيء مهم جدا، لأنه معروف حاليا في الدراسات أنه التغذية تؤثر على المستقبل الصحي للطفل. كانت مشاركتنا في هذه الندوة مكافحة السمنة والسكريات والتغذية الغير صحية. كانت المداخلات الأخصائيين استفدنا منها، كاين معلومات استفدنا منهم اليوم، كاين اللي كنا نعرفوهم قبل، إن شاء الله نطبقوهم وناخذوهم بعين الاعتبار. جينا انكشاف تاع باب الزوار فوت صالح الدين الايوبي، جينا اليوم لهاد المحاضره تاع الاطباء والبروفيسور، جاو نصحونا بزاف على اضرار السكريات ومخاطرها، وكانوا يعلمونا بلي هادو شيء مضر بالصحه، وعطاونا بزاف نصائح. كان وجبه فطور الصباح اللي كي تنو تاكلها تكون وجبه خفيفه، هي عباره عن كاس حليب وشويه سكريات اللي هضرنا عليهم، وكاين وجبه الافطار اللي حتكون كل خطره كيفاش، من داك مليئه بالخضر والفواكه، ومن داك تكون مضره بالصحه. وكاين وجبه العشاء، وجبه المساء نحيوها باسكو مضره بزاف، هي دائما تكون عباره عن سكريات، حنا قالوا لنا باش نتجنبوا هذه الوجبه. كاين وجبه العشاء اللي لازم تكون خفيفه على صحه الانسان، باسكو موراه ما حاش يقوم بعمل جهد كبير باش يهبطها.
الفيتامينات والمعادن والألياف التي نجدها في الخضر والفواكه. ولا تنسى المشي والرياضة والإكثار من شرب الماء. أعدكم من الآن فصل.